تحية نضالية، تحية إلى كل الحاضرين، إلى كل الدوات الحية الغيورة على هذا الوطن الحبيب. تحية خالصة لكم جميعا باسم حركة 20 فبراير موسيقية الناظور بمناسبة هذا العرس العماني. بداية نغتنم هذه الفرصة في هذا اليوم العظيم لنتقدم إليكم باسم حركة 20 فبراير موسيقية الناظور بخالص الشكر على كل ما قدمتم لنا ولوطننا. أنتم أيها العمال والكادحون من شغيلات اليد والفكر، من أضاء لنا الدرب وزرع شجرة النضال العظيمة التي أعطت وما زالت تعطي ثمارها. إنكم بناة الراهن وصناع المستقبل. إننا ونحن على دربكم سائرون. يشكل تخليد ذكرى عيد الشغل الأممي للطبقة العاملة سنوياً محطة مهمة في تاريخ الحركة العمالية والنقابية من أجل تقييم حصيلة سنة من النضال والصراع ضد الاستغلال وهضم الحقوق، ويعتبر أيضاً مناسبة لوضع البرامج والمخططات وتحديد الأولويات بالنسبة للسنة القادمة من أجل النضال ضد الانتهاكات المختلفة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والنقابية، ومن أجل تحقيق مطامح وانتظارات الطبقة العاملة التي تصبو إلى مجتمع فيه المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام لحقوق الإنسان. ولا يختلف اثنان في أن الطبقة العاملة المغربية اليوم تعيش ظروفا جدا صعبة وأوضاعا اجتماعية واقتصادية متدهورة وهجمة شرسة تستهدف الحريات النقابية وتقيد حق الإضراب والتظاهر واستهداف المناضلين والمناضلات النقابيين والنقابيات والتلويح بالطرد والاقتطاع من الأجور وغير ذلك من الأساليب الاستبدادية. لذا يجب أن تتكاتف الأيدي من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المغربية وكافة فئات الشعب المغربي المحروم بنضال مستمر وصمود حقيقي. وإن حركة 20 فبراير تتبنى المطالب التي ترفعها بشتى قطاعاتها وانتماءاتها السياسية النقابية. لذا فإن حركة 20 فبراير موسيقية الناظور تدعوكم لدعم أشكالها النضالية من أجل مغرب المساواة والحرية، مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، مغرب الديمقراطية الحقيقية، مغرب يقطع مع السياسات المخزنية السابقة من أجل محاربة الفساد والاستبداد وتقاسم خيرات البلاد وإرساء دولة الحق والقانون والتي عمادها دستور شعبي ديمقراطي من أجل مغرب أفضل يتساوى فيه المغاربة في الحقوق والواجبات. وأخيرا عاشت الطبقة العاملة، عاشت الجماهير الشعبية، ولكم مني تحياتي ودمتم للنضال.